أستاذ شيبة يهتم كثيرا بحقوق الإنسان، إحصاء ساكنة تندوف أولا، ثم هذا التأكيد على ضرورة أن تبقى بعثة المينورسو في المنطقة وأن تقوم بأعمالها. أي قراءة لهاتين النقطتين المهمتين؟ لأنه اليوم عندنا قرارين مهمين 2602 وكذلك 2654. شكرا على الاستضافة. أظن أن القرار يعني 2654 جاء ليؤكد أولا أن الحق يعلى ولا يعلى عليه، بحيث أن المملكة المغربية نالت نصيبا إيجابيا يعني اطمأن له الجميع وأكدته وزارة الخارجية في يعني إعلانها، فهو انتصار جديد للمملكة المغربية يعني يتوج جهودها التي قامت بها من قبل. اولا في مساله يعني التنويه بالجهود التي قامت بها المملكه المغربيه، ثم كذلك التنويه بسمو مبادره الحكم الذاتي. اما المثل الثاني الذي ينطبق على الجزائر وصنيعتها يعني البوليزاريو، فهو مثل يعني جنت على نفسها براقش. فثلاث او اربع نقط في القرار جاءت لتدين بصفه او اخرى البوليزاريو والجزائر. اولا ألزمت الجزائر بحضور يعني المسلسل السياسي والموائد المستديرة، ثم كذلك حملت البوليزاريو مسؤولية سلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة المينورسو وسلامة أفرادها يعني خلال مزاولة عملهم، ناهيك عن المساءلة حول المساعدات الإنسانية التي أكدتها الهيئة الدولية المكلفة باللاجئين، وكذلك مكتب أولاف الأوروبي و المنظمات يعني الغير حكومية التي أكدت أن هناك بيع للمساعدات الإنسانية في أسواق المدن المجاورة لتندوف. ثم أن مسألة إحصاء المحتجزين تبقى حقا حتى يتم التعرف على من هم سكان هذه المخيمات، فنحن دائما نطرح الإشكالية أن هناك مجموعة إغراق هذه المخيمات بمجموعة من يعني السكان من شمال مالي، من جنوب الجزائر، من شمال موريتانيا إلى آخره، فيجب أولا إحصاء هؤلاء المحتجزين حتى يتم يعني التعرف عليهم، التعرف على أعدادهم. ونحن نعرف أن منظمة غوث اللاجئين قامت مؤخرا بتخفيض نسب الاستفادة سكان تندوف من المساعدات بنسبة تزيد عن 60%، لأنها تأكدت باليقين أن هناك يعني بيع واستغلال لهذه المساعدات لصالح الطغمة التي تسير هذه المخيمات.